بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا بالجميع في فيديو جديد من فيديوهات مملكة الرجيم. والفيديو لنهار اليوم هو دعوة عامة وهامة للجميع بمشاركة احتفالية السنة الأولى على مرور قناتي وافتتاح. أهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى، لا تنسوا التبريكات بوضع اللايك وتعليق محفز حتى تكون السنة المقبلة أكثر تحقيقا للمعنويات وتحقيقا للطموحات. إذن في مثل هذا اليوم كتب اسم مملكة روزا للرجيم على الإيميل الخاص بروزا، الإيميل الذي كانت تشاهد به بعض القنوات بل الكثير من القنوات العربية والجزائرية كمتفرجة في اليوتيوب. في هذا اليوم غير اسم الإيميل إلى مملكة روزا للرجيم، وافتتحت القناة على الساعة 11 صباحا بصفر مشترك وصفر فيديو. في غضون ساعة كانت الاشتراكات قد ارتفعت والمشاهدات لأول فيديو قد ارتفعت. كيف ذلك؟ لأن الكوتش روزا كانت قد أتت من مجموعة فيسبوك كان لها سنة ونصف في الرجيم. في مثل هذا اليوم دخلت عالم اليوتيوب بدون معارف سابقة، بدون أن أكون قد ألممت بأن فيديو اليوتيوب يحتاج إلى مونتاج، فيديو اليوتيوب يحتاج إلى صورة مصغر، إلى كلمات مفتاحية، إلى وصف، إلى وإلى وإلى. دخلت هذا العالم تحت طلب متحدياتي في جروب الماسنجر والفيسبوك. دخلت هذا العالم بإمكانيات شبه معدومة بهذا الفيديو بحد ذاته الذي كان أول انطلاقة للقناة. فيديو كما ترون تصويره مقرف، نعم تصويره مقرف إنها الحقيقة، لكن محتواه كان رائع. كان الجهاز الذي بحوزتي وقتها جهاز آيباد أو تابلت عديم الإنارة، عديم الإنارة التكميلية، لا يقبل الأندرويد الخاص به، لا يقبل أي نوع من أنواع برامج المونتاج. كنت أصور ويلا نبعث على قولة الجزائريين كعور وبعث للعور. كنت أصور وتحديت نفسي وتحديت الكثير من الصعوبات، تحديت حتى الكثير من الأشخاص الذين قالوا أنني لن أنجح، تحديت حتى نفسي لأني لم أكن أؤمن بأنني سأنجح. والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، مرت سنة وحققت فيه ما لم أكن أحلم به أبدا. في مثل هذا اليوم أطلقت أول فيديو وأطلقت أول حلم وأطلقت أول أمل في اليوتيوب لإعطاء الدايت نكهة جزائرية ونكهة مبسطة صحية كي يرغب فيها الكثير والكثير. في مثل هذا اليوم شاركت الجميع كل ما تعلمته، كل ما اكتسبته أثناء دراستي وأثناء معرفتي في مجال تخصصي ألا وهو التغذية والتغذية العلاجية. في مثل هذا اليوم بدأت رحلة الكوتش، ومع الأيام كبرت الرحلة وكبرت الطموحات، وتعرفت على الكثيرين والكثيرات من الصديقات كانوا ينورون درب القناة بالكثير من التعليقات المحفزة. فتحت في مثل هذه الأيام في السنة الماضية الكثير من الحفلات أو البثوث المباشرة، بكيت فيها، ابتسمت، ضحكت، أغلقت البثوث بدون سابق إنذار، كنت أصل إلى وقت لا أستطيع أن أكمل البث لأن دموعي كانت تغلبني، لأن القناة أصلا كانت وليدة حزن على فقيدة القلب. اللهم ارحمها وارحم جميع موتى المسلمين. أنشأت القناة، تعلمت، ثابرت، درست، دخلت إلى قنوات الشروحات، دخلت إلى مجموعات الشروحات، والحمد لله
عرفت كيف تكون الصورة المصغرة، حاولت أن أطور من نفسي، عرفت كيف تكون قوائم التشغيل لكل قائمة معنى ولكل قائمة جمهور. شاركت الناس في المنتدى في أول يوم تحصلت فيه على المنتدى، شاركت فيه معلوماتي الكتابية التي أسهر على أن أصلها بصحة وبدقة عالية. تعرفت على الكثيرين والكثيرات لازموني طوال هذا الدرب، والحمد لله لم أتلقى إلى يومنا هذا أي تعليق مخل أو أي تعليق سلبي سوى 3 تعليقات فقط. سنة فيها 3 تعليقات سلبية، والحمد لله لست من الأشخاص الذين يمسحون التعليقات السلبية. في مثل هذا اليوم وضعت رجلي في بساط اليوتيوب، دخلت ثابرت، تعلمت وتركت بصمتي وبصماتي في العديد من العروض، العديد من الحفلات، العديد بين العديد والعديد من القنوات، وأفضل القنوات وأروعها وأصدقها بقيت قنوات صديقة للآن وستبقى للأبد. شكرا متحدياتي، شكرا لكل من آمنت بالكوتش روزا، شكرا لكل من آمنت بعلمي، بما أقدمه وبما سأقدمه. بدأت بالصفر وأنهيت السنة 7446 مشتركا و322 فيديو، والحمد لله والحمد لله والحمد لله. لم أكن أتوقع أني سأفعل القناة في 6 أشهر، ولم أكن أتوقع أنني سأنجح، ونجحت. أنا أعتبر نجاحي نجاح ولو كان قليلا. أنا أفرح ب100 مشاهدة صحية وصحيحة أحسن من 1000 مشاهدة وهمية. أنا فعلا أفرح لكل لايك حقيقي، لكل مشترك يضاف إلى قناتي حقيقي. كل سنة وقناتي بخير، كل سنة ومتحدياتي بخير، كل سنة وأنا بخير، كل سنة والخير يملأنا ويملأ قلوبنا. لا للسلبية، لا للتراجع، لا للكسل، لا للتحطيم، ونعم نعم 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 نحو غد أفضل، نحو الجديد ونحو الجدية أكثر وأكثر. أتمنى فقط أن أكون قد وفقت ولو قليلا في إدخال الثقافة الغذائية الصحية إلى عقول المهتمين والمهتمات، أن أكون قد وفقت في أن أنال رضا الأصدقاء والصديقات، أن أكون قد وفقت في كل من عارفني ومن لم يزل يعرفني. شكرا للمتحديات، شكرا للعائلة إخوانا وأخوات، شكرا للأصدقاء، شكرا للأصدقاء من القنوات، اسم اسم دون استثناء، ولن أذكر الأسامي حتى لا ينزعج أحد. شكرا لكل من وقف إلى جانبي مدة السنة التي قمت باجتيازها، شكرا لكل من كسرني أبكاني لكنه أعطاني جرعة انطلاقة وتحفيز آخر، شكرا لكل من حاولت إعطائي جرعة فشل لكن للأسف أعطيتني جرعة للاستمرار. إلى هنا أقول لكم شكرا لأنكم استمعتم إلي، لأنكم استمعتم إلى فضفضتي البسيطة، فالحوار لا يزال طويلا. شكرا 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 شكرا.
ما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب. دمتم سالمين، وأهلا وسهلا بالسنة الثانية والشهر التاسع في سنة 2024. وتذكر تذكر تذكر إحصائيات هذه السنة، وامر قادم أحسن. ما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب. دمتم سالمين، سلام.